إذا كان عارفوا بأنه هذا المعسكر ديال اللاعبين، مجموعة من اللاعبين المحترفين اللي منضويين ومنخرطين مع الاتحاد المغربي ديال اللاعبين المحترفين، فكاين هناك أمور اللي هي مرتبطة باللعبة اللي هي على الخصوص أمور ديال التدريب والمباريات الودية، لكن هناك أنشطة موازية خلال هذا المعسكر كنركزوا فيها على نقاط كثيرة، من بينها التحكيم المستجد ديال التحكيم، لأن كنعتبروا أنه اللاعب وكاينين لاعبين كثار كيسمعوا بالمستجد وكاين ما متأكدينش كثير من الحالات. فهنا كما حضرتوا انتم اليوم كيكون معنا الحكم الدولي السابق ديالنا السين منير المبروك اللي كنشكره بزاف، اللي كيجي وكيحاول يشرح بواحد الطريقه مبسطه وجميله، كيشرح لنا المستجدات اللاعبين باش اللاعب كيبدا يفهم 100% الامور المتعلقه بالقانون، باش يعرف ايضا انه هو لعب مباراه كره يعرف يعني الصحيح من الخطا، بدل ما تكون احتجاج كثير. وحنا كنشوفوا بعض المرات كتكون احتجاجات من اللاعبين لانهم ما فاهمينش القانون. اذا بالموازاه كما قلت لك مع هذه الامور ديال المعسكر عندنا اذا التحكيم، كتكون عندنا جلسه مع كوتش مونتار كنعرف الوضعيه اللي فيها هؤلاء اللاعبين، كتكون ايضا على مستوى ديال الطب الرياضي كيفاش اللاعبين يتعاملوا على مستوى التغذيه، يعني كنحاولوا ما امكن انه البرنامج وهذا المعسكر يكون ملم بكاع الامور اللي متعلقه بالحياه اليوميه ديال الرياضي. ربما الشيء الجميل هذا السنه هو ايضا تواجد لاعبين افريقيين داخله في اطار الاندماج والامور هذا، ولذلك في التواجد ديالهم كيساعدنا بشكل كبير. هذه هي على العموم البرنامج العام اللي كيدور عليه هذا المعسكر، امور اللي هي تدريب مباريات كره القدم، عرض اللاعبين من خلال هذه المباريات على مجموعه من المدراء، وعاده ما يتم يعني التعاقد مع مجموعه فيهم، بالاضافه الى كما قلت لك انشطه موازيه باش كيكون البرنامج حافل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي.